طبعا كل البنات اللي بتتابعني بتموت في حلقات الملابس، والنهارده حلقه مختلفه تماما. انا هوريكم يعتبر من اغلى وافخم خمس، يعني يعتبر هو مش قمصان نوم، هم فساتين عروسه، او يعني هو ارقى من قميص النوم شويه على ارقى من الفستان، معمولين من الحرير الطبيعي وبريذبل يعني بيتنفسوا، والماتيريال والديزاين قمه في الفخامه. بقى الست الارستقراطيه الراقيه باكي نزهان ان لما بتتزوج بقى بتلبس ايه، يعني ذوق مختلف تماما. عايزه اشوف معاكم هل الجوده تستحق السعر، ومين اللي يعني في اي وقت او انت ممكن تجيبي اي قطعه من دول، وهتستخدميها ازاي وتلبسي عليها ايه. بس قبل كل حاجه لو انتم مشتركين في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا. طيب عشان بس سريعا قبل ما اجيب اعتماد، لان هي قاعده تقريبا بتاخد شاور ولا ايه، هوريكم الاول حاجه مهمه جدا، لان انا كل الفساتين دي للاسف مضطره اسفه ان انا اكويهم. فعشان بقى اوريهم لكم في الباكينج هم جايين ازاي، البراند اللي هو موتيف، تمام. عايزه اوريكم الاول الماتيريال وشكلها، وبتيجي باكد ازاي. بتيجي في الكيس اللي هو عادي بتاع الشحن، تمام، ومعاها الورقه البراند بتاعها اللي هو مكتوب عليه اهي، مكتوب عليه ان هي سلك كولكشن، يعني معموله من الحرير، ودي لاكجيريوس عشان الجسم، وان تبقى لايت ويت وهكذا. موتيف سلك هو ده يعتبر النسخه الاعلى من منتجات شي ان، يعني ده النسخة الاعلى او يعني البراند الاقوى من شي ان. ده مثلا بيجي معاه البراند بتاعهم، طبعا الباكينج اعلى بكتير وكده. يعني دي على سبيل المثال ده فستان انا هكويه، طبعا طبعا شايفين الشكل، اوريكم الخامة عاملة ازاي. بصوا ده يعتبر حرير طبيعي او سلك 100% سلك، ده اللي مكتوب عليه. فخليني اجيب الموديل وافرجكم تنسيق حاجه زي دي، وهل فعلا حاجه زي دي انت ممكن كعروسه تجيبي منها قطعه كده ولا قطعتين ولا ايه. زي ما انتم شايفين كده ده اول قطعه واول فستان. عايزه اقول لكم هو من اول فستان انت بتفهمي هو الفساتين دي بتخاطب مين. طبعا الملمس حرير جدا، اللي هو اذا كان الفستان حرير كده فانت المفروض يبقى جسمك عامل ازاي وشعرك وكده. خليني اقول بصراحه ان على قد ما الخامات دي والشكل ده من الفساتين راقي جدا، بس شايفين هما بيبقوا سيمبل قوي، اللي هو انا حرير فانا مش محتاجه بقى اي حاجه غير قصه جميله جدا. طبعا القصه الباترون بتاع الفستان خطير في اللبس، عاملين من هنا زي كسرات كده عشان تجسم منطقه التدين. ويا سلام بقى لو لبست، عارفين الحزمه اللي هي بتاعت جوتشي بقى. بصوا هم الاخر اما قعدت افكر مين، يعني مين الممثلات مثلا لو نتخيل الفساتين دي او القمصان النوم دي هتبقى من اختيار ممثله، هيبقى مين؟ هيبقى ياسمين صبري. انا معرفش ليه حسيت كل القطع ياسمين صبري جدا. لو اهداء ياسمين صبري عشان العريس الجديد ما عنديش اي مشكله. القطعه دي قد ما هي راقيه قد ما هي بتحتاج تفاصيل شيك جدا. ادلولي حزام بقى زي ما قلت لك ماركه كده، كعب فخم قوي اللي هو الشفاف، جلدك يكون شفاف يعني جلدك ما يبقاش فيه اي شعر، شعر ناعم قوي مثلا لازم يبقى ليس، ما ينفعش على الستايل ده، او كيرلي اللي هو معمول لسه فريش ما بقالوش 13 يوم. فالستايل ده بصراحه انا بحس انه مثلا مناسب لعروسه، مناسب وانت بقى لسه راجعه عامله عمره في عند الكوافير، عامله عمره عند دكتور التجميل، يعني اللي هو انت حاسه عايزه تعتمدي على جمال جسمك اكتر من اللبس هو يبقى دوشه. يعني هو عكس المبدا اللي انا بعمله في الحلقات التانيه، هو رقي قوي او جوزك سفير، يعني دي الاختيارات اللي ممكن تختاري حاجه كده. بس الاشكال الجايه برغم ان هي حرير جبتها دوشه شويه عن ستايل ياسمين صبري. ده الفستان اللي بعده خامته انشف سنه، فيها تجريعه، يعني مناسب اكتر للناس اللي مش عايزه اللي هي الحاجه تبقى كلها مات قوي او كلها مصمطه قوي. الوانه بقى مش عايزه اقول لك، عارفه انا والبحر وهواك، هو تحسوه بحر جدا وتحسوه في كده بهجه اللي عارفين الصيف مالديفز، يعني اللي ده يتلبس لو هو خدك المالديفز، غير كده احنا هنطلع عارفه بشخاليل والحاجات الزرقاء دي اللي هي الحاجات اللي فيها ترتر، ده مالديفز اوكي، غير كده هنطلع بالحاجات اللي ايه بتاعت الحلقات اللي فاتت. اللي هم بصراحه التركه في موتيف ده في الفساتين بتاعت موتيف اللي هي القصه مع خام، يعني قصه تحس ان اصلا الموديل بقى اسمها ديانا بعد ما كانت اعتدال بالقطقم القديمه بتاعتي، لا بقاش تحس ان هي قلبت على ديانا شويه. ليه؟ لان الخامه الحرير مع الالوان، هم بصراحه الاجانب بيلبسوا كده فعلا،
بيلبسوا حاجات سيمبل قوي، بتعتمد ان هي فيري هاي كواليتي، الخامه راقيه قوي، حتى بيسموها فيل لايك نيكد، يعني انت تحسي كان من خفه ونعومه الخامه انك كانك مش لابسه. عايزين نقول لهم ايه؟ لا احنا عايزين حاجه تمسك تمشي تمسك اللازاليز. زي ما قلت لكم هي مناسبه قوي البنات اللي جسمها رفيع معروسه، زي ما قلت لك انت تكوني عايزه قطعه اللي هو تحسي بنعومتها. انا شايفه بصراحه قطعه واحده تستمتعي بملمس الحرير على جلدك وتدوقي هذه النعمه كانثى. احنا عارفين الستات ليهم ان هم يلبسوا حرير، الرجاله ما لهمش، فهيا بينا نستمتع بهذه النعمه. القطعه الثالثه هي اقرب شويه لقميص نوم منها لفستان، خامتها زي ما قلت لكم كلها الحرير، والالوان كلها كده، يعني الالوان كلها ليها الوان سيمبل قوي، ابيض في اسود لبني فاتح، بس القصه خطيره. يعني بصوا هو ده بقى القالب غالب، بس هي هتدل على قدها شويه. دي بقى لما بتتلبس على الجسم بجد، يعني مش قادره اقول لكم وصفوهم عامل ازاي، شوفوهم تحت في الروابط وانتوا تعرفوا ان هي موديل. دي لا بتفرق يعني جدا، وشكل اصلا الموديل هو ده تقريبا الشكل المفروض يلبس الحاجات دي او يكون بالنعومه دي. يعني انت ممكن تمثليها زي ما قلت لك، تبقي عامله شعرك بالبيبي ليس، تبقي حاطه ميك اب سيمبل قوي، تكوني عامله حمام مغربي بقى، فالنعومه جايبه اخرها، فعايزه تكملي هذه النعومه من انك تلبسي حرير. انا عايزاكم بس تصبروا الفستان اللي جاي اللي بعده بقى اللي هم اخر اتنين، يعني دول يعني بدات لكم بالحاجات اللي هي زي ما بيقولوا الناعمه قوي. الاتنين الاخرانيين بقى فيهم مستين ان هو حرير بس في حته شقاوه، بس شقاوه بقى لما تبقى واحده راقيه قوي. يعني تخيلوا شقاوه ياسمين صبري هتبقى عامله ازاي. الفستان اللي بعده، بص ده الفستان اللي بعده، عايزه اقول لكم مش عارفه ليه الفستان ده حسسني كده ان انت موظفه اتش ار، يعني ان قبل الانترفيو المدير هيوقع في غرامك. تمام. طبعا عايزه اقول لكم بقى، بص هو يبان لكم محتشم بقى وتلتين وكده، بس يعني ايه اللي هيخليكي اللي هيخليكي تكسبي في الانترفيو على طول وتتقبلي؟ شايفين الفتحه دي؟ يعني هو كده، بس هو ايه من جنب الكروازيه. وبقى يعني نعومه الحرير هنا في قصه عند الصدر، وقال ايه بقى هنا حاطه الشريطه، عارفين بقى مع الهيلز السوداء والروج الاحمر والشعر والشنطه والبتاع، خلاص كده. فده جماله بقى، الفستان ده جماله في حاجتين، ان انت ممكن تبقى انت يعني لابسه حاجه راقيه حرير وناعمه، وبرده اللي هو فاكرين احنا الادوار والتنكر، دور بقى مش السكرتيره، لا دي الاتش ار، يعني دي بقى الاتش ار، بس الاتش ار اللي هي المعديه بقى، انت داخله تاخدي الشغلانه بالمدير نفسه. فده بصوا يعني النعومه وكلاسي، يعني زي ما قلت لكم هي ستايل مختلف تماما في الدلع مع الزوج في الحلال. يعني انا عايزه اقول لك هو ده لبس الاجانب في الديت نايتس بقى، وهي رايحه ديت بقى مع حد تقيل بقى، حد مثلا معاه عربيه مرسيدس او حاجه، هتلبس فستان كده. فمعلش جوزك برضو فرحيه، انت حسي الاحساس ده، احنا لا هنطلع ديت ولا اي حاجه، بس ممكن احنا نفك الموضوع ده في البيت كده مع بعضينا بالاحساس ده. فانا شايفه انه كبرايد عروسه فكره يكون عندها قطعه او قطعتين حرير طبيعي، ليه لا؟ يعني انا لما لمستك لقيت الحياه. فكره الخفه فعلا حاجه ناعمه، النعومه دي في فرق طبعا بينها وبين الستان، امانه ربنا في فرق. بقى يعني ياسمين صبري، هيفاء وهبي، لا هيفاء وهبي صراحه ستايلها مختلف، هعمل لكم حلقه اختيارات هيفاء وهبي، ما تقلقوش لو انتم حابين اكتبوا لي في التعليقات. بس ده بقى يعني عايزه اقول لكم جوتشي، لو تخيلنا الماركات العالميه عملوا فكره لانجري هيبقى ازاي، عارفين اللي هو ممضي عليه. يعني انا هظبط لكم الاضاءه، عارفين فكره ان هو ممضي عليه، شايفين الفكره ان هو دي كلها حروف مكتوبه كده، بصوا شايفين الحرير عنه لا توصف يعني. والقصه بقى تخصير، عايزه اقول لكم بس حاجه مهمه، ان الماركه دي مش بتمط طبعا بالظبط، يعني لازم تتاكدي ان مقاس الصدر بالظبط، الويست بالظبط. يعني مثلا الحاجات الستريتش ممكن البس ميديم، لا ده لارج، فاهمين الفكره؟ من ورا اللي هو السوسته، يعني هو بيبقى مقاس، يعني في العادي لو انت عندك بطنه او حاجه لازم بقى بكورسيه وتكوني متاكده المقاس بالظبط. في بقى في هنا من هنا فتحه، يعني تخيلوا، انا بس مش عايزه اقول لكم غير تتخيلي مع روج احمر وبقى اللي هي الاسود والممضي عليه كده، ونفس برضو الاكسسوارز الفخمه، الهيلز بقى الحمراء اللي هي الكعب العالي دي، مع شعر كده مفرود او معمول ويفي مع روج احمر. يا ستي الحاجه الوحيده اللي هي حاطاها لنا الروج الاحمر اهو. فلا ده بصراحه كلاسي جدا، يعني استغل ثمنه، هو اوفر برايسد طبعا شويه، بس زي ما قلت لكم يعني اللي عايز يلبس حرير هيدفع.
ففكره الفكره عجبتني. معرفش انتوا حابين ان احنا نوري حاجات اليجنت وراقيه وكلاسي زي كده، ولا خلينا في عبيله واديله اللي هو الكوميرشال اللي هو المنتجات التانية اللونجريز والبيجامات والجو اللي بعمله لكم ده. حابة اعرف رايكم في التعليقات وايه اكتر واحد عجبكم. انتوا طبعا عرفتوا مين اكتر واحد عجبني. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه، فعل زر الجرس، نعمل لايك للفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.